محمد، ليه بنتكلم عن تاريخ الاهلي؟ لا احنا ليه بنتكلم عن تاريخ الاهلي؟ تاريخ الاهلي يجب ان نتحدث عنه مرارا وتكرارا، والنهارده وبكره وبعده وبعد 100 سنه. تمام. وما نفضلش ما نبطلش كلام فيه. اللي هيسمعه الجيل اللي موجود دلوقتي، الاجيال اللي بعديه لازم تسمعه. ولازم تكرر، وكل ما تكتشف حاجه جديده لازم تقولها، ولازم تفضل تعلم الاجيال تاريخ الاهلي، ولازم الجيل ورا جيل ورا جيل يعرف تاريخ الاهلي. زي ما جيل بيسلم جيل في اداره النادي الاهلي، جيل بيسلم جيل من مشجعين وجمهور النادي الاهلي. تمام. من الناس اللي بتتكلم عن تاريخ النادي الاهلي. ده 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 ده, ده الحفاظ على تاريخ الاهلي زي الحفاظ على التراث، زي انك تحافظ على اثر من الاف السنين. ده تاريخ، ما هو ده تاريخ الاهلي، احنا قلنا من تاريخ مصر. اكيد. دي خلاصه الموضوع. تاريخ الاهلي يجب ان تتحدث عليه دائما، ويجب ان يعني لازم ان انت حتى هنا في القناه يجب ان تعمق تاريخ الاهلي، بعيدا عن برنامج، وبعيدا عن توك شو زي كده، وبعيدا عن ده كله، بانك مثلا يتعمل هنا افلام تسجيليه في كل حاجه في تاريخ الاهلي، يتعمل هنا افلام وثائقيه، شرايح تشرح على طول وانتصارات. اصل تاريخك ومالكش تاريخ ملوش حاضر وملوش مستقبل. ولو الحاضر والمستقبل مش واضح في ظل الظرف الحالي، افتح كتاب التاريخ هتلاقي فيه طريق للحياه. بالظبط بالظبط كده.